احنا النهارده عملنا مؤتمر صحفي لشرح موقفنا القانوني صحفي جريده البديل، وعدتهم 36 متقدمين لجنه تحت القيد المنعقده 9 و10 يونيو. اعلنا فيه موقفنا وسبب اسباب رفضنا التي لم تعلن حتى الان بشكل رسمي من نقابه الصحفيين. خلال 30 يوم الاعتصام لم يتم ابلاغنا رسميا من نقابه الصحفيين عن اسباب رفضنا، لكن عرفنا من هنا تصريحات هنا او تصريحات هناك من بعض اعضاء مجلس النقابه ان اسباب الرفض مرت طارة لعدم الانتظام، وعليه خطبنا المجلس الاعلى للصحافه، ويعني ارسل خطابا الى السيد نقابة الصحفيين مدون عليه رقم وارد، معناه ان هو تم استلامه رسميا، انه تم جريده البديل تصدر بصفه منتظمه رخصه يوميه، تصدر اسبوعيا بشكل مؤقت، وبذلك تنفي ادعاء انها لا تصدر بانتظام. كذلك تحدثنا على الاضراب وفتره الاضراب عن الطعام، تم خلال فتره الاضراب تم نقل زميلنا شهاب ابو مغيس الى مستشفى الهلال مرتين، والدكاترة هناك أجبروه بشكل طبي بشكل إنساني على فك إضرابه عن الطعام نظرا لما وصلت إليه حالته الصحية والتي تدهورت كثيرا، حتى أن يعني الكشف الطبي يعني أكد أنه هو مصاب بقرح ويحتاج إلى عملية في القريب العاجل. كمان اتكلمنا على فترة الإضراب فترة الاعتصام، إن خلال فترة الاعتصام زرنا عدد من الوفود الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، على رأسها كان مركز هشام مبارك للقانون في يوم 13 مايو أصدر بيانا أعلن فيه تضامنه الكامل مع الصحفي البديل، وطالب فيه مجلس نقابة الصحفيين بإعلان أسباب رفض صحفي البديل. خلال فترة الاعتصام أيضا زارنا الأستاذ أحمد راغب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، دكتورة ليلى سويف ودكتورة عايدة سيف الدولة الحقوقيتان المعروفتان، وزارنا أيضا الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاكل المجتمعية. أيضا في يوم 2 يونيو زارنا وفد من مجلس قومي لحقوق الإنسان، ضم 2 من الباحثين من الأمانة العامة واستمع لشكاوى الصحفيين، وانضم إليهم بعد قليل الأستاذ جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية.